جايز كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو بلعبة PKXD. بعد ما رسلت لي شركة لعبة PKXD الجزء الأول الجزء الثاني تبع المسافر الغريب اللي بيسافر على طيارة زيبلين. اوكي هذا طبعا الجزء الثالث. إذا أنتم ما شفتوا الجزء الأول الجزء الثاني go away يلا أرو go ahead and watch the part 1 and part 3 part 2 وهذا هو part 3. so okay لازم انكم اول شيء تشوفون الجزء الاول والجزء الثاني عشان انكم تشوفون هذا الجزء تفهموا. okay تمام. so قبل ما بلش اشتركوا وحطوا لايك و okay بفاجئكم يا جماعه هاي طبعا لايك يلا لايك وبحبكم كثير كثير. هلا خلي انه بلش طبعا خلي ادخل مشان اجلس بشي مكان هيك قعد قعد take a seat. I'll just take a seat to talk with you and okay. طبعا بهذا الفيديو رح نشوف ايميل. طبعا اذا بتعرفوا اول شيء خلي شوي شوي اول شيء طبعا اذا بتعرفوا انه وصلني اول شيء يعني ايميل من شركة لعبة Pkxd. وصلني ايميل الجزء الاول هيك عن المسافر اللي اجا من زيبلين واتصلت عليه تشارلي عشان تعرف انه ليش اجا هيك اشياء. شفنا الجزء الاول يعني اذا ما كنتوا شفتوه روحوا شوفوه. والجزء الثاني كمان اتصلت عليه حالة انه تحكي معه وتفهم انه ايش صاير. وهذا الجزء الثالث اليوم رح نشوف ايش صاير وايش ايش ورح نشوف كمان صورة رسلتها شركة لعبة Pkxd. اللي عليكم هو انكم تشتركون وتتابعوا الفيديو للاخر وبس خليكم مع الفيديو ان شاء الله تستمتعون. اول شيء يا جماعة وقبل نبلش خارج نطاق الموضوع ليش 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 ركبت انت هون؟ انا لك هون يا عم يا عم لك 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 دير بالك المرة الجاية انا بفجيك ها. اوكي طبعا يا جماعه خارج موضوع الايميل طبعا اذا بتعرفوا انه انا اسراء جيمر رح اسوي سحب التالت لانه انا سويت سحب اول وسحب ثاني ورح اسوي سحب التالت وان شاء الله في اكثر 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 من مليون سحب. كانه زودته لا لا يلا عادي بقدر ليش لا ليش لا واي نوت واي نوت وي ويل دو ات اي دون نو اذا وصلنا لمليار امزح وربي امزح لك بس عم بمزح يا جماعه بس عم بمزح لك بس ولكن ليش لا ما عليكم يا جماعه من هالافكار يا جماعه. اوكي اللي عليكم هو انكم تشتركون اذا بدكم يا جماعه سحب لانه رح اسوي سحب 90,000 لانه كثير قربنا او ماي جاد قربنا ل 90 بعدين 100 او ماي جاد يا جماعه رح تطير من الفرحه قاعده عم نط يا جماعه من الفرحه او ماي جاد رح نوصل 100,000 ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه نوصل باسرع وقت. اول شيء شوي شوي هدي هدي اسرع اوكي سو خارج نطاق الموضوع اوكي اشتركوا اذا بدكم انه سحب لانه رح اسوي كثير سحوبات ويعني رح اسوي تقريبا هيك حساب على الكل وهيك يعني اشحن لكم هيك اشياء سو يعني ان شاء الله وربي بشحن لكم سحب سحب بوعدكم سحب بيكون في كثير فائزين. الشرط الوحيد هو اشتراك وتسووا شير لقناتي مع اصحابكم تسووا شير لكثير جروبات وكثير اصحابكم عشان يشتركون بقناتي وقولوا لهم يشتركون بقناتي وجيبوا هيك ناس من طرفكم تشترك بقناتي وهذا هو الشرط الوحيد للسحب. يعني يا جماعه حتى انه يكون نسبه الفوز اذا بدكم تكون نسبه الفوز كثير كبيره لازم انكم تشتركون وهيك ترسلوها لكثير ناس اذا بدكم يعني نسبه الفوز تكون كبيره بلشوا من هلا من هلا من هلا شاركوا القناه لانه هذا الشرط الوحيد. اوكي خليكم يا جماعه على موضوع الفيديو نرجع على موضوع الفيديو اذا بدنا نرجع رح نروح هون على طياره زيبلين. اوكي طبعا يا جماعه بشرح لكم شوي شوي طبعا هاي الطياره اسمها طياره زيبلين اللي بتشوفوها بهذا التحديث اذا طلعنا رح تلاقوها. طبعا بالجزء الاول اجى هيك المسافر الغريب اللي كثير بيشبه نيوز جاي واتصل على شارلي او هيك يعني عشان انه اجى جديد ويعني قاعده عم تحكي معه وقال انه هو جاي عشان انه يصلح جاذبيه Pkxd لانه اذا بتشوفوا انه يا جماعه هون ليكوا الاشجار شلون صارت الاشجار صارت هيك متطايره واشياء سو هي يا جماعه يعني الجاذبيه مو مستقره والجو تبع Pkxd ابدا 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 مره مو حلو. فاحنا اجى هذا المسافر عشان انه يصلح هذا الاشي وهو اللي جاب لنا هذا التحديث وجاب لنا تحت الطياره تبع الصندوق صح؟ اوكي خلينا نكمل. طبعا جايز اذا بتعرفوا انه هو اللي يعني هذا المسافر لما شاف انه يعني هو من جزيره ثانيه بعدين هو لما يعني شاف انه Pkxd فيها عدم الاستقرار حب انه يجي بالطياره زيبلين
اجى بالطيارة هاي وجاب معه تحديث جديد اللي هو هذا التحديث تبع الفريق الأزرق والأحمر، وجاب كمان معه صندوق سري تحت هديك الطيارة. خلي افرجيكم ياها، شوفوا الطيارة اللي اجى بها المسافر. هاي لكم هون طيارة زيبلين، شفتوها فوق؟ شفتوها هوني كفوق؟ شفتوا يا جماعة؟ هاي هون طائرة. اوكي تانية بس، اوكي هذه الطائرة يا جماعة هاي. اوكي بعدين يا جماعة كمان يعني شو بدي اقول. اوكي سا يا جماعة طبعا كمان بعد التحديث يعني هو جاب لنا هاي القصة يعني قديمة، بس حبوا انه هلا يرسلونا بايميل عشان نعرف ايش صاير. اوكي شو كان بدي اقول؟ صمت، صمتين، اصمات، ثلاث اصمات، اربع اصمات، شو بدي اقول؟ صمت 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 يا شو بدي اقول؟ اوكي هلا بدنا يا جماعه نبلش وخلي نشوف الايميل. اول شيء شو كان بدي اقول؟ كمان طبعا رسلوا لنا يا جماعه صوره بالجزء الاول. الصوره اللي بالجزء الاولى، الجزء الاول اللي بالجزء الاول كانت عباره عن تشارل لما كانت بتحكي مع المسافر. بسم الله. بعدين كمان الجزء الثاني شفنا انه كان هيك بينط من طائرة، كان هداك المسافر الغريب قاعد بينط من الطائرة وقال انه اجا عشان انه يصلح جاذبية بي كي اكس تي، وجاب معه هذا التحديث اللي هو لازم انه الفريق الازرق والفريق الاحمر لازم انه نكون فريق واحد، واضطرينا انه نفترق نكون عبارة عن فريقين للأسف، لانه اصلا normally we have to be just one يعني group، مثلا هيك بيكون الازرق احمر ما عليكم. يعني كان المفروض انه نكون هيك يعني فريق واحد، بس احنا بهذا التحديث سووا لنا منافسة، الفريق الاحمر والفريق الازرق. بس احنا يا جماعة اكيد رح نتضامن ونكون فريق واحد عشان انه نرجع جاذبية بي كي اكس تي، لان هذا التحديث عبارة عن انه نرجع جاذبية بي كي اكس تي. اوكي هلا يا جماعة خلينا نبلش نشوف الايميل والصورة وبس، خليكم مع الفيديو وحطوا لايك تمام، خلينا نكمل. بسم الله. اجت كتير ناس عبيتي، واو، هاي I love you، بحبكم كلكم، يا شكرا. اوكي حطوا لايك لخلينا نشوف الايميل والصور. سر المسافر على زيبلين الجزء الثالث. مرحبا اسراء جيمر، لا تزال العديد من الالغاز تسكن عالم بي كي اكس تي، ما هي نظرياتك حول الالغاز الغير المكشوف عنها؟ استعد لتعيش لحظات لا تنسى. طبعا هاي هي المقدمة وبس. اوكي لقد تحدثت الى المسافر مرة اخرى واكتشفت اخيرا ما كان يقصد قوله خلال اخر اتصال لنا. اوكي اخيرا اخبرني ان المنطاد العائم في السماء يمكنه التقاط طاقة الروح الرياضية التي ولدها فريقي فليم وفولت لانتاج صور بي كي اكس تي في المستقبل، يعني بي كي اكس يونيفرس في المستقبل. هذه الصور ليست دقيقة ويمكن ان تتغير حسب القرارات التي نتخذها. اذا لعبنا كثيرا فان صور المستقبل ايجابية وسلمية، لكن اذا لم نلعب فان عواقب عدم استقرار الجاذبية يمكن ان تكون رهيبة، يعني كتير 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 وفظيع كتير. لهذا السبب من الضروري الاستمرار في اللعب، يعني لازم ندخل على اللعبة ونلعب كتير باركور واشياء مدري ايش، لازم وجهد كتير كبير وطاقة ايجابية كتير. كلما لعبنا اكثر اقتربنا من تحقيق افضل امكانات في المستقبل، يعني احنا اذا لعبنا اكثر وهيك لعبنا كتير هيك اشياء انه بنقدر هيك انه نولد طاقة ايجابية كتير، وبنقدر انه نساوي احنا نصنع تحديث ايجابي احلى، يكون التحديث الجاي كتير حلو زي كأنه يعني احنا بهيفن، يعني هيك هيفن كتير حلو، انتو شلون يعني بس تعبير هيك مزاجي مدري ايش، المهم ما عليكم. رائع. بعد ذلك ساتصل بكل شخص اعرفه لمواصلة اللعب معي. عناق تشارلي. يا بس يا جماعة هيك طبعا بنكون خلصنا هذا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، قولوا لي شو رأيكم كمان يا جماعة. جدت يا جماعة شرط كمان تاني انه هذا السحب رح يكون على قناتي اسراء فلوجز، رح اقولكم يا جماعة طبعا هذاك السحب انه شو الشروط. اول شي رح تروحوا على الوصف، اوكي رحتوا على الوصف. ثاني شي اضغطوا على الرابط اللي مكتوب عليه رابط قناتي التانية،
رح تضغطون على اسم إسراء فلوجز اللي بالأزرق، اضغطوا عليها ويا لما تضغطون عليها رح تطلع لكم قناتي هديك. أوكي تمام، رح تشتركون فيها، تضغطون على سبسكرايب أو اشتراك أو أبوني، تضغطون عليها بعدين رح تدخلون على آخر فيديو وتكتبون تم، عشان أنا من آخر فيديو رح أخذ من تعليقاتي، رح أشوف الفائز من هونيك. على فكرة رح يكون مو بس فائز واحد. المهم يا جماعة الشروط، اشتركوا بهالقناة واشتركوا بقناتي إسراء فلوجز، وخلص لما نوصل 90,000 رح أفرجيكم شلون، يعني رح يكون سحب على PKXD، بس بال100,000 رح يكون سحب على الرابلوكس. بس طبعا يا جماعة أحبكم كتير كتير كتير، وكان هذا هو الفيديو، أتمنى عجبكم، بحبكم كتير، حطوا لايك وباي.